say is the children of the shark sleep like that? الله 7/2/2012 حي باب عمر احدى الملاجئ التي يقنطون بها السكان الذي دمرت منازلهم بالكامل اثارت قصف الغزلان الاسدي لهذا الحي. اطفال رضع نساء يقنطون في هذا المكان الذي لا يصله اي شيء، لا خبز ولا ماء. والله العظيم اكل بكل شيء ما في، ولا شرب لا حليب لا قوه للاطفال. ما في اكل ما في ماء، 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 ما في ماء. طيب كيف عم تقدروا تتنفسوا هون بهالمكان هيدا؟ من هذا الملجأ نوجه إغاثة إلى دول العالم وإلى الدول العربية بالأخص أن تقفوا مع هذا الشعب الذي يناديكم أكثر من 10 أشهر، ولكن للأسف لا تسمعون ولا ترون. أما كانت أطفالكم مكان هذه الأطفال ماذا تفعلون؟